أكيد سمعتوا عن الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، التكنولوجيا اللي ساعدتنا في حاجات كتير جداً وخلت العربيات بتتحرك لوحدها. بس هل عارفين إن الذكاء الاصطناعي قدر يغير كمان من طريقة التداول؟ النهاردة هشرح لكم إيه هو الذكاء الاصطناعي وإزاي بيتم استخدامه في التداول الآلي. تابع معايا الفيديو لحد الآخر. مساء الخير، معكم مؤمن مدحت، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التداول الآلي. الذكاء الاصطناعي او الـ AI هو فرع من علوم الكمبيوتر، بيهدف لخلق برامج وآلات بتقدر تقوم بمهام متعددة. المهام دي بتحتاج لذكاء بشري زي التعلم من البيانات، التعرف على الأنماط المتكررة واتخاذ القرارات، وحتى فهم اللغات. بمعنى ابسط يعني، الذكاء الاصطناعي هو تعليم الآلات انها تفكر وتتصرف زي البشر واحيانا بشكل أفضل. الذكاء الاصطناعي في التداول الآلي مقصود به هو استخدام الأنظمة الذكية لتحليل كمية ضخمة من البيانات في السوق وتحديد الأنماط واتخاذ قرارات التداول بشكل تلقائي. على عكس الخوارزميات التقليدية اللي بتتبع مجموعة من القواعد اللي تم تحديدها مسبقا، خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتقدر تتكيف وتتعلم من البيانات الجديدة، وده اللي أظهر هنا قوتها في الأسواق المالية اللي بيتحرك فيها السعر بسرعة عالية جدا وبيتغير بشكل سريع. الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا في تحليل مجموعات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، وبيقدر يحدد أنماط وارتباطات في السوق معقدة جدا وصعبة بالنسبة للخوارزميات التقليدية ان هي تعملها، او حتى التحليل البشري. كمثال، الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل مشاعر البشر على السوشيال ميديا، يقدر يحلل الاخبار والمؤشرات الاقتصادية، وفي نفس الوقت هيقدر ان هو يتوقع اتجاهات السوق عشان ياخد في النهاية القرارات اللي هينفذها في التداول. واحدة من اكبر مميزات الذكاء الاصطناعي هي قدرته على التعلم والتكيف مع مرور الوقت. نماذج التعلم الآلي الماشين ليرنينج بتقدر تحسن استراتيجياتها بناء على البيانات الجديدة، وده بيحسن الدقة والأداء ومبيحتاجش أي تدخل يدوي، وده معناه إن الاستراتيجيات اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي هتقدر تطور من نفسها مع السوق وتفضل فعالة مع تغير الظروف. الذكاء الاصطناعي كمان بيحسن من إدارة المخاطر عن طريق تحليل بيانات السوق في الماضي وتحديد المخاطر المحتملة قبل ما تحصل وقبل ما تأثر على محفظتك. بيقدر يعدل الاستراتيجيات في الريال تايم في الوقت الحقيقي عشان يقدر ساعتها انه يقلل المخاطر، وده طبعا هيساعد بشكل كبير جدا في حماية المحفظة. كمثال، الذكاء الاصطناعي يقدر يعدل حجم الصفقة بشكل تلقائي، بيحدد مستويات وقف الخسارة ومستويات جني الربح، او حتى ان هو ممكن يوقف التداول نهائيا لو اكتشف ان في ظروف فيها مخاطر عالية. خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتنفذ الصفقات اسرع من اي شخص، وده طبعا بيمكنها من الاستفادة من فرص السوق اللي ممكن تفوت على مثلا الشخص المتداول الحقيقي او حتى الخوارزميات القديمة. اتكلمنا هنا عن دور الذكاء الاصطناعي في التداول الآلي، بس اكيد برضو لازم نتكلم عن التحديات. اول تحدي ممكن يواجهنا هو جودة البيانات. نماذج الذكاء الاصطناعي بتكون قوية جدا بقدر البيانات اللي بتتعلم منها، يعني انت ببساطة هتديله مجموعة من البيانات هيقعد يدرسها ويتعلم منها، فانت لازم تضمن ان البيانات اللي هو بيستخدمها وبيتعلم منها هي بيانات عالية الجودة ومرتبطة بالسوق فعلا اللي انت بتتداول فيه عشان استراتيجيتك فعلا تكون ناجحة. التحدي التاني هو التعقيد والتكلفة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي دي بتحتاج استثمار كبير جدا في التكنولوجيا نفسها وفي خبرات الاشخاص اللي هيشرفوا على عملية التطبيق. هو مش حل سهل وهيحتاج متابعة طبعا مستمرة وتعديل بشكل مستمر ومكلف. التحدي الثالث هو الاوفر فيتنج او التحسين المبالغ فيه. زي اي استراتيجية خوارزمية، نماذج الذكاء الاصطناعي ممكن برضو تقع في فخ التحسين المبالغ فيه واللي اتكلمنا عنه قبل كده، واللي هو بيخلي استراتيجيتك تكون بتشتغل بشكل جامد جدا كويس جدا على السوق في الماضي ولكنها بتفشل في التداول الفعلي على السوق الحقيقي. عشان كده لازم تختبر الاستراتيجية وتتحقق فعلا من النماذج دي بشكل مستمر. الذكاء الاصطناعي بيغير حاليا المشهد في التداول وبيوفر ادوات ممكن تحسن من استراتيجياتك وادائك بشكل كبير، سواء كنت انت بتدور على تحسين الدقة، ادارة المخاطر، او ببساطة عايز تواكب السوق حاليا. الذكاء الاصطناعي ممكن يوفر لك كل المميزات دي. وزي ما قلنا، الذكاء الاصطناعي معتمد بشكل اساسي على التعلم الالي الماشين ليرنينج، عشان كده ده هيكون هو موضوع الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشاركه مع اصحابك، واعمل متابعة للقناة عشان اي فيديو جديد هينزل يوصلك على طول اول ما ينزل. واكتب لنا تحت في التعليقات لو انت مهتم بمجال التداول الآلي وايه هي المواضيع اللي انت تحب ان احنا نتكلم فيها. اشوفكم على خير.
مع السلامة.